اهلا بكم اعزائي الطلبه مع درس جديد من دروس ماده الرياضيات. ودرسنا النهارده عن الفانكشنز، وهنبتدي مع الجزء الاول من درسنا النهارده في الفانكشن، وهنتعرف على الريليشن. زي ما قلنا قبل كده في درسنا اللي فات ان الريليشن is a connection between some or all element of x with some or all element of y. يعني لو انا عندي two sets x and y وكان في connection بيربط بين some element of x with some element of y، او بيربط بين الx كلها والy كلها، زي ما احنا شايفين كده، نقدر نقول ان انا عندي relation من x للy، والrelation دي تعتبر subset of the product of x and y. لو انا بقول relation from x to y يبقى subset of x product y، انما لو relation from y to x يبقى subset of y product x. وشرحنا الكلام ده بالتفصيل ونقدر نرجع له في الفيديو اللي قبله، ونشوف امثله مع بعض على الكلام ده. if x equals 0 1 2 and 3، y equals 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And R is a relation from x to y, where A relation B means the relation اللي موجودة عندي دي تعتبر إن A equals half B, where A belongs to x and B belongs to y. State the relation R then represented by arrow diagram and the Cartesian diagram. عاوزين نشوف ال relation دي مع بعض ونعملها represent by arrow diagram and the Cartesian diagram. طيب هنكتب ال relation مع بعض. هبتدي بالelement of x الزيرو. الزيرو is half of zero، يبقى هنقول the set of ordered pair zero and zero. one is half two، التو موجودة في الواي، يبقى نقدر نقول one and two، لأن الشرط اللي موجود عندي هنا إن الـ a equals half b، لازم يكون كل element of x half the element of y. الـ first projection لازم يكون half the second projection. طيب two نقدر نقول 2 and 4، يبقى 2 and 4. 3 and 6، 6. وبكده نكون كتبنا الريليشن اللي موجوده عندنا، ان احنا قلنا 0 and 0، 1 and 2، 2 and 4، 3 and 6، لانها كل element of x half the element of y. طيب نشوف لو احنا عملنا represent by arrow diagram، هنكتب ال element of x and the element of y، وزي ما قلنا 0 and 0، 1 and 2، 2 and 4، 3 and 6. لو حبينا نعملها represent by Cartesian diagram بنكتب the element of x horizontal and the element of y vertical، ونشوف. كنا قلنا عندنا 0 and 0، 1 and 2، 2 and 4، 3 and 6. الجزء الجديد اللي احنا عاوزين نقوله النهاردة اللي هو الفانكشن هنلاحظه في المثال اللي موجود قدامنا. في المثال ده لو خدنا بالنا نلاقي ان الـ x موجود فيها 0 1 2 3، يعني معنى كده ان عندي 4 element والريليشن اللي موجوده فيها 4 ordered pairs، بس بشرط الـ 0 مكتوب مره واحده as a first projection، الـ 1 appears one of the first projection بنفس الطريقه 2 و 3. مفيش اي element of x هنا ما اتكتبش، ومفيش element of x اتكتب مرتين، يعني ربطناه مرتين. طب لو خدنا بالنا في الارو دايجرام كل element of x هنا خرج منه سهم واحد بس، معنى كده ان مفيش element ما خرجش منه اسهم، ومفيش element خرج منه اكتر من سهم. طب لو شفنا هنا في الكارتيزيان دايجرام هنلاقي عندي ان كل vertical line، لو خدت بالي هنا من الx هلاقي مكتوب 0 1 2 and 3، لو جينا بصينا هنلاقي عليها vertical line من كل element، كل vertical line من دول موجود فيه only one point اللي هي بتربط ما بين الزيرو والزيرو، 1 and 2، 2 and 4، 3 and 6. في الحالة دي بيبقى عندي حاجة جديدة اسمها function. يبقى الفانكشن ليها ده مصطلح جديد خدناه موجود من الريليشن. معنى كده ان الفانكشن دي is a relation. ما نقدرش نقول ان كل الريليشنز بتكون function، بس كل الفانكشن لازم تكون في الاصل الريليشن. طيب تعالوا نتعرف في الفانكشن ونلخص الكلام اللي احنا قلناه. اول حاجة عندي اتكلمت فيها كان ال ordered pair، ان كل element of x appears one as the first projection، معنى كده ان كل الـ element of x موجودة عندي في الـ ordered pair اللي موجودة في الـ relation، بس بشرط ان مفيش حاجة فيها متكررة. واتكلمنا بعد كده عن الـ arrow diagram وقلنا ان كل element of x بيخرج منه سهم واحد بس، معنى كده ان مفيش element ما يخرجش منه اسهم، وما فيش element يخرج منه اكتر من سهم. اتكلمنا بعد كده عن الـ cartesian diagram وقلنا ان كل vertical line عليه 1 point بس، ما ينفعش يكون في vertical line عليه 2 points. اتعرفنا على حاجة جديدة دلوقتي اسمها الفانكشن، ومنها هنكمل بقية التعريف. أول حاجة كانت عندي هنا set of x، ودي هنسميها الدومين. يبقى أنا عندي اسم جديد في الفانكشن هيبقى اسم الدومين.
انما السيت اوف واي هيكون اسمها كودومين. يبقى انا عندي ذا سيت اوف اكس، احنا قلنا ريليشن فروم اكس تو واي، يبقى الاكس اسمها الدومين والواي اسمها كودومين. وصلنا الاليمنت اوف اكس مع الاليمنت اوف واي زي ما احنا شايفين كده. طيب احنا وصلناها بالزيرو والتو والفور والسكس، معنى كده ان الزيرو والتو والفور والسكس دول اللي هم اسمهم الرينج. يبقى انا عندي هنا الاكس كان اسمها الدومين، الواي اسمها كودومين، الاليمنت اللي انا وصلتها في الواي دي اسمها الرينج. يبقى the image of the domain and the codomain is called range. نشوف مثال مع بعض. If x equals 1, 2 and 3 and 4, y equals 1, 3, 5 and 7. Show which of the following represent a function from x to y and mention the range if it is a function. لو كانت الريليشن اللي موجودة عندي دي function، يبقى عاوزين نحدد الرينج لها. قبل ما نبتدي نحدد اذا كانت الريليشن دي function ولا لا، لازم ناخد بالنا من حاجة. انا الاكس عندي هنا four elements، يعني معنى كده لو انا بتكلم على ordered pairs لازم يكون عندي four ordered pairs، لو انا بتكلم على arrow diagram لازم يكون عندي four arrows، لو انا بتكلم على cartesian diagram لازم يكون عندي four points. دي اول قاعدة هنشتغل عليها. نشوف اول relation موجودة عندي هنا وكانت بتتكلم عن ordered pairs. قبل ما نعمل اي حاجة هنعد 1 2 3 4 5، يبقى بالتأكيد كده دي is not a function. طب نشوف السبب كان ايه. السبب اللي موجود عندي ان 3 مكررة مرتين، زي ما قلنا ان الـ x 4 element، يبقى المفروض عندي ان الريليشن دي يبقى موجود فيها 4 ordered pairs. طيب نشوف الريليشن التانية. The second relation is 3 ordered pairs. انا عندي هنا 3 ordered pairs موجودين والـ x كانت 4 elements، يعني معنى كده دي is not a function، معنى كده ان في element مش موجود عندي، مش موجود as a first projection، والـ element ده اللي هو 3. طب نشوف هنا the third relation 1 2 3 4. اول شرط موجود عندي ان هما 4 ordered pairs. طب نشوف الاليمنت فيهم حاجه متكرره ولا لا. ال 2 3 1 and 7، انا ببص على الordered pair على الفيرست بروجكشن، انا عندي هنا 2 3 1 and 4، مفيش حاجه فيهم اتكررت، معنى كده the third relation is a function. طيب نشوف الرينج مع بعض. طالما R3 is a function يبقى لها رينج. طيب الرينج ده لما كنت عاوز اعرف اذا كانت function ولا لا كنت ببص على ال first projection، انما عاوز اعرف الرينج هبص على ال second projection 3 3 5 and 7. طيب انا عندي 3 موجودة مرتين، هكتبها مرة واحدة بس لان انا ما بكررش، يبقى 3 5 and 7.